ليش تغير اسم المسلسل من حب في اسطنبول إلى نهاية حلم؟ ليش مأساة؟ لا مو مأساة، أنا أعتقد هو الرقابة ما وافقت على الاسم، مش من شركة الإنتاج، يمكن تحسسوا أنه كان وقت عرض المفروض في رمضان، فتحسسوا ممكن من الاسم. أعتقد الرقابة عندهم مشكلة مع اسم حب، أنه رومانتيك أو حب أو غيره، أو يمكن يحسونه مستهلك حتى يمكن كاسم. أيضا ممكن هي رفضته فغيروا اسمه وغيروا إلى نهاية حلم، يعني عقب ما استقروا وقعدوا الكاتب وغير بالضبط.